الله، بموت في المارشميلو. هاتي. انا لو اعرف اللي انت محتاسه كده كنت جبت معايا ميسيو مظهر. مين ميسيو مظهر؟ السفراجي بتاعنا، طول عمره شغال في قصور بشوات وليه في شغل الرص والحفلات والاتيكيت. ده الظهر الحالي اتضحضر بيه قوي. سبحان الله، هو بيقول نفس الجمله دي، بيفكرني بيكي قوي، سواء انعور زيك كده. انما لورا بقى بنتك القمر بتفكرني بنفسي وانا صغير. لورا بتفكرك بنفسك؟ انت زي لورا؟ طبعا، ده انا مولوده ستار، موهوبه في الغنى وفي التمثيل وفي الرقص من وانا صغيره، فنانه شامله. بس بابي بقى كان بيرفض، كان خايف عليا من اضواء الشهره. دايما كان يقول لي يا لهوفه، الشهره في الصغر تفسد الواحد في الكبر. نجم سينما بقى. هو بابا كان نجم سينما؟ ايوه. كان بيطلع في ايه بقى؟ والله هو مقل في اعماله شويه، لان طبعا انتوا عارفين ازمه الورق اللي كلنا فيها. على فكره غاده برضو كانت بتمثل ادوار صغيره كده يعني. سامح. اسمها ايه يا حبيبتي؟ مجاميع. سامح. سامح تاني، وهقول لها ان كنت بتطلعي بافيك. يبقى اكيد تعرفي بابي، ده اعظم ممثل مثل بافيه. ما اعرفوش ومش عايز اعرفه، وبعدين عماله بتشتمي على الشهره. وما انت بتجري وراها اهو. لا لو سمحتي، انا بجري ورا الشهره وانا كبيره، لكن وانا صغيره كنت بجري ورا حاجات تانية. بجري ورا باص المدرسه، بجري ورا العيال اللي بتضربني في الفسحه، بجري ورا عربيه الرش. الطفوله فيها متعه كتير، انت حارمه بنتك منها. وانت بقى جايه تعلمينا ربي بنتي ازاي؟ اهدوا يا جماعه، ما صحش كده. اسكت انت خالص، انا عارفه اشكالك كويس. عليا حذرتني منك، قالت لي ان انت حشره جايه تمص الفولورز. ليه يا حبيبتي؟ ناموسة الانترنت؟ انا بلوجر سلاش انفلونسر زيكم بالظبط. يمكن انتوا عندكم فولورز اكتر مني، لكن انا عندي كرامه. طب لو انت عندك كرامه تمشي دلوقتي. وماله يا حبيبتي، اخد ابني وامشي.